بپرو جنك طلبة بابا كيف بپرو قال مرقو كي جنك را أنت طالقن بو قلت بردايبي وعليك لسر تبه أو لي عليك يا نقو عليك قولي عليك جمرة لسر تبه كذا أو كذا سوى كالت يعني قلتش بردايبي لو حزر كاظم جيد سرته أظنم أبا من أو ولي عليك كذا أو ولي بني قال أنت وعليك أو ولي عليك ها تمام قال أولي قابل قال قو أنت طالق وعليك ياخذ أو شنا ولي عليك بش تمام كذا بك حذر كعد ولم يسبق طلبها بمالين أزرم كذا كألفين كألفين جاي كذا يعني معنى كذا يعني كألفين بجا أفقاس يعني أو أفقاسي بحضرات فور منه تمام ولم يسبق طلبها طلب جنكي بمالي يعني جنكي شمريك لن نقوت فراف متى مبردة يا مالكي جب متى مبردة وقع طلاق وقعت با رجعيا با طلاق رجعي قبيلات أم لا ولا مالا تجني قبول بك وش قبول لك يعني مال قبول لك شو مال قبول لك مال وترك شما لأنه لم يذكر عوضا وشرطا ملك نا عوض سكرتيريا لقرش طلاقي وهم ده الشرط يذكر لك شرط ليش نقول بل تذكر كريا جملة معطوفة على الطلاق قلت يا أنت طالق وعليك كذا يا ولي عليك كذا أبي جملة كي وعطف سأل أنت طالق وذاكرية فلا يتأثر بها بذي جملة معطفة نا تأثير نا يعني قبولة أتكيلا مش بني ناك بذي جملة معطفة الطلاق وطلاق قبول ناك بتأسف بنا وتلغو اللغو الجملة في نفسها نفس خدا بوشنه بطاقه برداي ايوان في تي برداني رجعي تي برداني خلعننا ملك ذكره ذكره مثلا هو كو خلع به ملك نكاره ذكره جنك مستقل به ايه قرى فرب ده وفنم كبه دسي جنك طلاق يعني جاد نكاك جنك مسعدا سامحا نكاحا كنو نكا مري نكالا مدغلب نجيب كوش بس بس مان. وهذا أذي قلتنا أنت طالق وعليك أولي عليك كذا أذي قلتنا بخلاف ما إذا قال مرك ببيج قالت جنك ببيجة طلقني جنك ميكرا بمبات وعلي ياخذ نبي علي أولك علي بعلي ألفن يا بجا ولك علي ألفن فإنه طلب جنك جبوكية يقع الطلب واحد باينا بأني بالألفي طلب بأني بحذارية يعني طلب ذا رجعينينا دبا باينا أطلق جنك حذاري بدا ميرك ميرك جي ويبردا حذاري قوية يا ما دبا الطلاق دبا باينا كم ميرك قبول بك ما إذا قالت طلقني وعلي ولك علي ألفن وجنك ملك جيكو أنت طالب وملك جي بيجن نوصا ملك جي بيجن ملك نبيجن جنك حتى يبارد بيجن برد زي فرم متمر تمام فكي شما داع ولا بيجا أنت طالب وعليك أولي أولي عليك عليك أولي عليك كذا شما أبي بيجا الطلاق رجعية وشما الطلبة جنكي هذا طلقني وعلي أو لك علي ألف كن بيجا أو جبي طلقتك أيا وبيا شما باينة أيا شما رجعية والفرق أبه
أن الزوجة يتعلق بها التزام المالي دي مسألة دا هذا هو دا قد بيب مبردة أدي حضر قادي فرد مدى جنك مال قبولي يتحمي يحيدني يتعلق بها بجنك التزام المالي قبول كنا مال فيحمل اللفظ منها تحمل كنا لفظ جنك قد بي علي أو لك عندك علي تحمل كرني على الالتزام يعني المال قبول لكم. والزوج ميركا فانديجي ينفرد من الطلاق مستقل بطلاقه. بردا. إذا تركوا بين بردا بوباين. فإذا لم يأتي بصيغة معاوضة وقتها كنت قرشلغي هما قو متبردا نقو بقفرة يا أقوى قريب من التباب الشرطي كنت بدي من حمل اللفظ من وجميرك على ما ينفرد به لسان وتشتك ومريك بين من فرد الطلاق الرود يعني أو كنابة مال مال تشيتنا مال تشيتنا بعث مال لك يا بني مال كيري طبعا مال فإن خالة أجر مريك ببيجة المسألة أولا قلت بوتشي قلت بأمد طالق ولك وعليك الفن يا ولي عليك الفن بجاء أجاب بجاء أي قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا يعني طلقتك بكذا شبه قلت يا أنت طالق وعليك الفن يا ولي عليك الفن أريا أمضيجي إرادة أردت من إرادك ما يطلقتك بكذا شو معنى أنظر مش بك بوياجي عيني ذي معنى أسقى إرادتك يعني بيجي بوياجي ذي معنى إرادتك وصدقته جنك يجب تمام ولا رأسة تجيب فرام برضاية فكهو في شكي في الأصاع ويقضي وكي طلقتك بكذايا نعم فكا هو وكي طلقتك بكذايا يعني كتش طلقت با باينة وفرت ما لازم تستيش لك شمي قبول لك تمام فقط كلمة التنش لك تد كهوة لا تدويني كهوة 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 يعني ها دقيقة يعني كهوة وقا ميركا ولو أجاب بجا كنت أنت طالق وعليك كذا بجا من إرادة طلقتك بكذا إرادة كذا يعني كن من وكي كن بكذا من بالطلاق بني بلاش ترمش كذا وكي مكذا شرط جرا وجنك جي قبول لك طلاق دبا باينة اذيا كهوة يعني دوكي كو ارجي او يا وكي اوفي كلمة يعني وكا كو مراد وكا وكا كو او بكذا او بكذا الويدا المقدر بها وكا يعني منوية مقصودة نعم بجا انت طالق وعليك الفن ويا ولي عليك الفن اذيا ما كنت تأثير او تنية أي جاك بيجا ميرك ولا من إلى أضاء قلت أنت طالق عليك كذا ويا لي عليك كذا إلى ذكرية طلقتك بكذا أم في معنى إلى ذكرية وجنك قبول بك فكهو وكي كي وكي ما يراد بطلقتك بكذا أو كي أو جيك يعني طلقت بباينة تمام راسا يعني أدري نابرس كهو نحوي ولا رقشي هي البرد يعني أبا غدا طب. فإن قال فك هو أو جواب إنيه جواب إنيه أما دك هو لا تشيدني يعني الجملة مقدرة لا لكن هو الضمير مرفوع من فصلنا له كادي حرف جرانا له دراني كذا حرف جرى ده قال كهي بيجي كما بك كهوه
Evya şarjı. Yalnız Dedevus'a damira mecula muttasıl da damira marfu'a muttasıl i'ara olarak o. O mesele. Anlaşıldı. Tamam. Yani ev kul sadı ben. Haşiye usadı ben. Kadi bira becendi, kadi bira ne becendi. Sonra ne ne ki mesele. Ya. Te bira tepsat tıkhaki hal. Bahsa kullevla harfa cerabe. نمزة ودبي لولا هو دهويت بي لولا دبيني أوي قالت شت كيف تني على دميرا مجولا عارض كي دميرا مجولا شنا دميرا مجولا متصلة دميرا مرفوع متصلة خوش يا ويا فكر كا خوش ها مقول فكر كا خوش بو ايش كو كب ديرا من لو ما مانا قرص يا تمام قلت لي جيب بقى هيدار او مثلا من اكو ليش ترازين جزاك الله خير كلمت ازرع فكهو في الكلا في الاصعد قولي اصعدا ويبقى بالشبة فتبين منه جنك دبا باينة جميرك بالمسمى او فريق قلت يا ان كانت قبيلت اگر جنك جي قبول كربه ويكون المعنى معنى بقى وعليك كذا ونسرت بجي أتقى فرا إيوضا تقرشتك إيوضي كواش أبرد الدامة ماني فإن لم تقبل شنك مثلا ودبي أنت طالق ولي عليك كذا أجاك جنك قبول لك ترى قبول لك مفاجأش ترى ترى شكرت لنا ها تمام لم يقع شيء شكي واقع نو no. تقشي فإن لم تقبل جنكي قوة صداقات جنكي قومشي قبول كريا تمام قلتنا قلتك أنت طالق ولي عليك كذا يا عليك كذا هذا القاضي مرتيد أوها أوان تم تدوى مال كريا جمال قبول لكم وإذا طلق بيني نا كبجة شيء كبجة قبول لكم وإن لم تقبل بصلاة أو لا قبول لكم لم يقع شيء شيء وقعنا صلاة ما لقنا شيء أذيا الصح لا يقعوية جوصاني أصح قرشي لا أثر في للتواف في ذلك يعني كمل قبل أنت طالق ولي عليك أبقى وفاشي كمل كجلك ويمشي أبدا بجت الطلبات طلاقة بركة يمية ترى قبول لك وموافقين هذول أبدا أبي أسرتن شما أسرتنا لأن اللفظ لا يصلح للإلزام لفظ أنت طالق وعليك لي كذا أبي نادر لازم كرني إلزام جنك كجنك مجبور بمال بك كي لفظ كي مش أتتني يعني تبي تبي الدليل خدا قولي أش الدليل تفهمت نظام مالك فكأن لا إرادة اه ايوه ريكو اجا اوا اراده بك اها شتي قولي دي على بي شتي كل لفظ غير ناقص الح بيجي من اراده كرب جي وقت تي اراده انك يعني شي اراده ترى شو فايده كيت نعم اه فكان لا فكان لا اراده شو بكي بويا نعم فان لم تصدقه شنك وبيجي وبيجا من انت طالق ولي عليك كذا بيجا من قبول لك يا قادر من قلت قبول لكم يعني هذه قبول الطلاق بكم ببرا اشتكي وسام منك يا فإن لم تصدق حلفت صنبه على الاول الشرط قولي الصحيح صنبه بان لا تعلم انه اراد ذلك سنبقوك بجا شكوتناوي كو أنت طالق ولي عليك كذا كو أوي إراداكو يعني أزبتا براب برددن أم بذي أوي نزام يعني من قبول كي إن كان قبيلت جنكي قبول كريه تمام بازار بازار كشي بيه دا بايدا ميريك دبي من أوي إرادة كريه إجاوي جنك سنبقوها بيكو من نزام بيه كو إرادة ويدا معاودة هي مالي هل أنا لا تعلم أنه أراد ذلك إن كانت قبيلة قبيلة
اگر بجنكي قبول كربان يعني. طب نا نا اگر بازاري قبول كربان. يعني بازاري فرا قبول كربان. اي فرا قبول كربان. فإن لم تقبل بجنكي قبولنا كربان. فلا حلفة صن بجنكي ربتني. مالي. شو بازارتنا؟ وعلى الوجه الثاني، الوجه الثاني كنت قلت دقو وثاني لا أثر للتوافق. تمام. الوجه الثاني أبو لا حلف سنتنية كما لأنه لا أثر للتصديق عليه. أثر جيبو التصديق على السرية تنية تنية إلزام تنية. جنك تصديق نكرية. يعني تصديق بقى جي أثر تنية. مالي أثر تنية كما إلزام تنية. وعلى كل شر قولي أول أوصنكو وشر قولي ديابة كأن لا إرادة وكيف أو دبي أنت طالق عليك كذا يعني أردت طلقتك بكذا وكيف أبي إرادة قد أترك أبو يوك تيب كما يكون إرادة وكي أبيا كم ملك شيوجنك طلبة طلقة بتجدى بطران نكر وإن سبق طلبها للطلاق بمال كألفي أجر كي دبالي دا جنك طلبة كربة قلتها مبادة دي حضار قاضي بالمدة كألفي ديالي ومبريكش بأنت طالق ولي عليك ألف مثلا أقول بانت بالمشكولي بوي حزاي ذا باين كما لتوافقه ما ميركو جنك هردو موافق دبن عليه سر بالتزام بزوم الالتزام والالتزام هردو ميرك دبكي جنك دبي تمام مطالبة كريه ميرك جي دبي مشي إرادة كريه بأنت طالق من ولي عليه كلام إرادة عيوادة كريه وكيكو بها بيجن بری جی جار کیش خو سب عز کرنه ادیمه کی چی سر من اوی گوتنا ادیمه کی تصدیق اوی گوتنا اوی داری اوی گوی طلاق دوه باینه و هر دو جی موافقه سرینه من اما ایسا گل گلن مر میرک که میرک نده ارد تو به انت طالق و علیکی ولی علیکی کذا ایرادا ایوطی بطلاق و یعنی بینونت نگریه فإن قال أجاكم قصد ابتداء الكلام يعني فأم قوتنا أنت طالق ولي عليك كذا أذيان نكو أوي قوتنا بري ترى قبول كريا حزاري إذا جواب أوي قوتنا تنين أي هما مشكورة وساعة الدبن مشكورة قوتية يعني ميرك وساعة يعني لا الجواب لا الجواب ويقابي واقع رجعيا كما قال الإمام أبو إمام الحرمين أبن الطلاق ذا رجل ما نجد تنه ما تنه كم كي إلزام تنه تمام قال إمام الحرمين قلتيا والقول قوله في ذلك بيمينه قلتن قلتن أمريكا بذي قاسدة قصون كي تفزكا خبخة تمام قلت تنه طلاق رجعية ذا قرائب ما مسألة ما وإن قال خالو ميركو قول جنكرا وأنت طالق على أن لي عليك كذا أنت طالق تطالقي تبرداي بدانتي لسردي شكلية وأبقى كريمة شيطانات تبقى كريمة قبولتي يعني فالمذهب أنه كطلقتك بكذا سواء طلقتك بكذا بايت بيني دوسا بايدات على بيني وكيف تباي بي يعني طلق بايني يا زولان جملة فعلية وجملة اسمية مينة؟ لا أري أنت طالق طالق أنت طالق وأنت على أن لي طلق عليك طلقتك طلقتك بكذا طلقتك على أن لي عليك كذا تمام طلقتك بكذا من جملة فعلية وجملة اسمية كيف أساس جملة اسمية وجملة فعلية فرنا العلا وبايد إيه تمام تمام لبعد لبعد يكجي علا يكجي باي علا درد معنى باي مثلا في أدوية خادم من خادم بيجي
تمام. فإذا وقتها كي قبلت على الفور جنك يجي هما قلت قصة فريق تم قبول كت بانت جنك دبا باينة ووجب المال مال دبا خاص كان جنك ما بدمير مان وذكر الأبو غذالي مان. أبو غذالي ذكر كريه مقول فالمذهب أنه كتلقت كري كذا فإذا قبلت وجبانت وجب المال وذكر هذا لأنه يقع الطلاق رجليا هذه قول كتاب فرع يعني أنت طالق على أن لي عليك حذار كان طلقتك بكذا بحذاري برجاء وتطلق رجعية ولا يثبت المال المال صابت نابة لأن صيغة الشرط صيغة وعلى أن لي عليك كذا كذا به صيغة الشرطية بعلمشي طلاقي بعلمشي كأن لي عليك كذا شو بعلمشك؟ والشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن وقتك الشرط من قضاياه قضايا الطلاق إيه ما جه قضية طلاق نينا وحالنا قضية شرط وش طلاق يريد أبو أبو غزالي تبيت يا رجل رجعية من كما لو قال أنت طالق على أن لا أتزوج بعدك أو على أن لك علي كذا ولا دبيك أجل كأد شرط بزوج بشم برضاي ويأخذ تجمع بردائك يقع بريت المنافع إن بدنا أبا على أن لك على أن لا تزوج بعدك أو أنا شرط على قدر طلاقتنا شرط بزغة طلاق درجة رجع إيمان وحكى وجهيني فيما إذا فصل بالإلزام هل يقبل أو لا مع إنكار المرأة إرادة ذلك بخلاف إنكارها في قوله ولك ولي عليك كذا حيث لا يقبل عليها قطع لا ولا أبي أجمع مال زور تركيبه يقوله نعم حتى لو أجلنك أجلنك ما هي دي اللي ببعض شنو مانا ذلك وحكية حتى حكاية كني وحكى وجهيني كل حكاية كريه غزالي نفسه عبد الله غزالي بابك غزالي بابك وحكى وجهيني غزالي فيما إذا فصل بالإلزام وقتك أنت طالق على أن لي عليك كذا يعني أزياء الله سميتك ماني أجل مش هتسلك هل يقبل أو لا ومع إنكار المرأة إرادة ذلك يعني كل جنك جيبه جاء فنم إرادة مالجتك كتك إشتيه متى إرادة نكر يتشغل أو تاتك يعني كمكي بادر كي نابينا متلا تشتيه وادر باسنا بي يعني أوي قابل قلت دو أجهنة دو أجهة كي دا باينية يعني وكي طلقتو كي بي كذا دو أجهة كي داجي وكي بغضالي قلت تشكي كنا صادجة طلق رجي بخلاف إنكارها إنكار جنك في قول القول الملوك دا ولي عليك كذا حيث لا يقبل علي أو لي عليك كذا شغل تل جنك لا يقبل كني قطع شما لا يقبل كني أو يا أما دفدا قوتن قبول دبت طلاق دبا رجعي اللي هنا لأن صيغة هنا صيغة لي على صيغة قد بع أنت طالق على أن لي عليك كذا هذه صيغة لأن صيغة هنا أقرب إلى الإلزام أقرب تلي بالإلزام يجوتنا أنت طالق ولي عليك كذا شو أوا أوكي كلمات بيشينها هي حقيقة أنت طالق على أن لي عليك كذا وأنت طالق
أنت طالق، أنت طالق ولي عليك كذا، ولي عليك كذا، هذا فرق يوني. أبا عقل إلزام رانو بنا أذيات إلزام رانو. مانا. إن لم تكن ظاهرة في وقت كنا ظاهرة إلزام داجي من تلك جوين ظاهرة نيم بجي نساء يعني أوكي يعني إلزام دا إلزام جيتي فاق. مانا. والمصنف أبو نووي حيث عبر بالمذهب بشيرا كوكي ولو إن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بك. معنى أبونا يابي وقتك بو وحيث عبر بالمذهب ساق ما ذكره الغزالي ذكر كي أو تشيك غزالي قلت يا أو يذكر كي طريقة قلت أوريكاي لأنه مصنع ذكره حكاية للمذهب لكن في الأبيات الحكاية تكيش مذهب يعني في مذهب حكاية كواجهي شكي وقت ما شاطي به حكاية كمية مانا هذه أشو يا الله بجفر لا إله إلا الله محمد رسول مانا وإن قال ميركي قو إن ضمنت لي ألفان أيا كنت جمرة ببي ضامن حذر كادي كنت بدي مان فأنت طالب تشمن بعد باقي إن ضمنت لي ألفان دبيشيا كلمة أنت طالب يخاف نفسا ألفان والذي ما من إن قال إن ضمنت لي ألفان فأنت طالب فضمن في الفور بدخل نبي فأنت طالب بفأنت طالب يعني فأنت طالب فضمن في الفور فضمنت في الفور طبعاً همان جنك يقول أضمنهم يترك يشتبك تمام إن قال بانا بانت والأبت والذي ما هل بانا والذي ما هل هلف وحذر كادي قرب دمي تمام وإن قال كنا بيجا بيجا إن ضمنت لي ألفاً وسانا بيجا وأوا بيجا متى ضمنت لي ألفان؟ إني نبيجا متى يبيجا؟ ماني فأنت طالقون فمتى لفظ متى ضمن الطلقة طلقتي طلقتي فمتى ضمنت؟ فمتى ضمنت طلق؟ فمتى ضمنت طلقت شو زمان يكون إجا ضامن فمتى ضمنت طلقت كينجي جنك ضمانيت قبول بك طلق تبدا شو ما كنتي متى جبوع عمومي جبوع عمومي رأي هذا أول دا إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق تضمن الفلفة هذا عجلت قبول كات تبدا أريا كينجي قبول كتبا يعني زاني شي معذورم يعني د د د متى دا تأخير هي د اني دا تنها قال همن أو فورية شرطة جرا تقول د اني دا تتنى من دا متى دا تشيه يعني د اني دا قرا على الفوري به د متى دا جي زماني بفريه د اني دا بو شرط مشهود قرا بهمرد يعني أوابك أوابك بريك جني قرا بيجا مقبول كتبا نكم نبجا مقبول كي بمينا ناو تمام اما اي متى تكينجي قبول كي ابي اوابه اي تكينجي بي اوابه تمام والفرق ما تقدم ما يقدر باسو في ان اعطيتني ومتى اعطيتني تمام عين ما بيقدر الباس وليس للزوج ارجع قبل الضمان نوالا يعني هي جنك نقول تمام الضامن وملك بي أتي فقر من كارا فقر شو يدس الدوي دركت شو ولا يشريط القبول لفظا كما تقدم هناك لأنك يبدأ بجا مقابول كل أبي أجي نشان كين يفري ملك بي جنك خلاص مانا
وين ضمن الدنا الفي قلت و حزال اجا او ضمنيتا بني حزال يخبك لم تطلق نايدر من لم تطلق لم تطلق ما يبغى شما لانتفاء المعلق عليه من معلق علي حذار ويأتينا من ولو ضمنت ألفين وأزدحذر الدباب طلق هذا ما يوجد معلق عليه معلق عليه هي ومع مزيد مع مزيد زيدش بخلاف ما تقدمت طلقتك بألف فقبلت بألفين يعني أكثر يعني مثلا ميرك ميرك ده حزاري بيجم يا حزاري قبول بك كم تبدا كنامه اما ميرك حزار ده ابي ده حزاري قبول بك كسين شد بعد ما بخلاف ما تقدم في طلقتك بألف فقبل جنك يجيبه بألفين أنه لاغون كما لأن صيغة معاوضة يشترك فيها التوافق والإجابة والقبول. تبي شنو؟ لبي؟ أو تبي كيمر يعني؟ إيه صلاة دوم دوم. إيه دوم. مانا. لأن صيغة معاوضة يشترك فيها شرط وبي طلقتك بألفين ما يخجنك يجيكو بحد حذاري من قبولك أو يانكا الصيغة أوينين الصيغة خلعينين أو يان الصيغة معوضة ده معوضة ده قال إجابة قبول وقنية بني دقيقة ثم المزيد يلغو ضمانه دقيقة سيدة لأن صيغة معوضة يشترط فيها التوافق الإجابة والقبول ثم ولو كده اليوم ثم المزيد يلغو ضمانه ضمانه زيد بطل يعني او تجي خدا يا ولو ناقصت اجي كيم بيجي او زادت في التعليق بالاعطاء تعليق الضمير اذا زيد بك يا كيم بك فالحكم كما ذكر هنا بكي قد بدا تسكت يعني شي نوبه والمقبوض الزائد على ما علق به امانه لنا ايك زيد تشتكوات تعليقني في زيد قبض بك امريك جلك بالسنه او يا امانه الجمرك يعني حق امريك دي نين خلاص انا قريب لك بس 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 اصابكم الله خير يا كسين.